صباح الخير، وياكم بوكازين. راح اتكلم كانما دا اسوي استشاره خاصه لغرفه النوم. اوكي، تنيجي نرتب غرفه النوم على الفونغ شوي. ممكن تستخدم المدرسه الكلاسيكيه البوصله او المدرسه الغربيه البقره. المدرسه الكلاسيكيه هي تعتمد على البوصله، الغربيه على مربع الباكره، يعني هي الاثنيناتهم صحيحه. اوكي، الاساس شنو؟ الاساس توفر العناصر الخمسه في المكان. اذا اختاريت البوصله شلون اني ابدي بالتقسيم؟ اوقف وسط الغرفه، اوكي، وبايدي البوصله واحدد الاتجاهات، لكن الباكوا موقع الباب هو اللي يحدد الركن. فاذا كانت مثلا موقع الباب في الوسط فهو ركن مهنه، واكمل التقسيم. اذا يمين هو سفر، واذا يسار حكمه. هنبدي شلون أني أرتب غرفة النوم. أهم شي في غرفة النوم هي طاقة الين. غرفة النوم طاقتها ين، ين يعني طاقة الأنوثة، طاقة الهدوء، طاقة الاسترخاء. أوكي، فلا يمكن أني أحط أشياء ين. شي لازم تتذكروا إنه غرفة النوم هي غرفة الشحن الطاقي. أوكي، فطول ما الإنسان نايم هو يشحن بالطاقة. بالنسبة للتقسيمات وشنو أنا أحط بالشهرة، علاقات، إبداع إلى آخره، هتلاقوها كلها في قناتي على التليجرام أو البيج الفيسبوك أو الإنستغرام. اختاريت أنا اليوم بالذات أتكلم عن غرفة النوم لأنه لاحظت أنه كثير أشخاص عندهم هواية مشاكل سببها غرفة النوم. غرفة النوم هو موقع السرير. موقع السرير لازم يكون في مكان بحيث أنا أشوف منه الداخل للغرفة. الخيار الأول، هاي ترى عيون الخيار الأول إنه هو الفراش، بحيث شوفوا أنا ممكن أشوف الشخص الداخلي. هذا الخيار الثاني، أيضا أنا ممكن أشوف ممنوع. ممنوع ليش هنا ممنوع؟ لأن أنا ما راح أشوف الشخص الداخل. وليش أنا أصلا لازم أشوف الشخص الداخل؟ لأنه ينطي شعور بالأمان، حتى الشخص دائما يكون في أمان ولا يطعن في الظهر. هاي السبب إنه أنا لازم أشوف الشخص. أما هاي الحالة ليش غلط؟ لأنه الطاقة جدا قوية تيجي من الباب، تسبب الأرق، تسبب عدم النوم، تسبب أمراض على المدى البعيد للشخص. من الأشياء الممنوعة هو النوم على النافذة. ليش؟ لأنه الطاقة أيضا تيجي قوية، ممكن تسبب ألم في الفقرات، ألم في الظهر. من الأشياء الممنوعة داخل غرفة النوم هي أيضا عدم وضع الأجهزة الكهربائية، لا لابتوب، لا تلفزيون، لا تليفون. بالنسبة للمراية اللي حتكلم عنها، لكن لاحظ لو كانت النافذة خلف السرير ومراية قدامك، فالطاقة اللي جاية منها ومنها جدا تأثر. مهم جدا المراية شغلها تعكس. اوكي، فطول من المراية ما مغطاية بالليل لح تعكسكم، واذا انعكسش لح يصير لح تعكسكم، ولح يصير ممكن شريك ثالث. الشريك الثالث ممكن عشيق للزوجة، ممكن زوجة ثانية، وممكن اصلا الزوجة تفكر بواحد والزوج يفكر بوحده. لما تفكر بواحد مو شرط انه كعشيق اصلا، يعني ممكن انه ما تلقي الدعم والاسناد من الزوج فتفكر باي مثال، والزوج ايضا نفس الشيء، ممكن انه يفكر يعني اي مثال، مثلا بالزميلة في العمل، احد بالعيلة. على ذلك فهي المراية شغلها تعكس، فلح تعكس كل افكاركم انتو نايمين، القلق، المخاوف، كل شيء. فتخيلوا انتو نايمين مثلا عندكم سالفة قلقانين عليها، لما تقعدون من النوم لح يزيد القلق، يزيد المخاوف، ولح يكون نهار. ايضا من الاشياء المهمة هي وجود كوميدينات عدد 2 يمين ويسار السرير. الكوميديان شو يسوي؟ الفونغ شوي هو علم رموز ايضا، مثل ما هو علم بوصلة واتجاهات وعناصر والى اخره. هي رمز للتوازن، اوكي، والدعم والاسناد، انه الشريكين واحد يساند الثاني، واحد يساعد الثاني. انتبه اذا كان في فقط كوميدي واحد موجود، فاحد الشريكين واحد هو يساعد الثاني، هو يوقف الثاني والثاني ولا يم. اما اذا كان شخص ما متزوج وعنده كوميدي واحد فقط، فمعناه حب من طرف واحد. فالكوميدي يشحن هالة الشريك، فاذا انت تريدين تتزوجين حطي كوميدينات لشحن هالة الشريك. لكن إذا كان في كوميدي ثالث، فحيصير 3 أشياء في الغرفة، وإحنا قلنا غرفة النوم لازم كل شيء زوجي، لازم. إذا صار في كوميدي ثالث، فممكن شخص ثالث، ممكن زوجة ثانية، ممكن عشيق، ممكن تدخل الأهل.
أحد الاستشارات تقول إنه أنا حاطة كوميدينات اثنين، لكن أيضا يوجد شخص ثالث. السبب شنو؟ هذه المراية عكس الكوميدي، فصاير شنو؟ كوميدي ثالث، هالة ثالثة. لهذا رجاء المرايات لازم تتغطى بالليل، وانتبهوا حتى في دولاب الملابس كلها في مرايات، حاولوا يتغطوا. أما أصلا إذا ماكو كوميدينات اثنين فلا أكو حب، لا أكو دعم، لا، كل واحد عايش بعالمه. لهذا اللي تريد تتزوج تحط كوميدينات اثنين، تغطى المرايات وتخلي فراغ يمها. الكون يكره الفراغ، لازم يمليه، فإذا أنت تحطين مجال يمج لح يمتلئ بهالة شريك الحياة. خذوا صورة لملخص ترتيب غرفة النوم، لح أشرحها باختصار سريع. موقع السرير بحشوف الشخص الداخل، انتبه إلى النوافذ ما تكون مقابلة للسرير أو خلف السرير. تغطية المرايا، إزالة الأجهزة الكهربائية والنباتات والمي، طاقتها يانغ، طاقة ذكورية، غرفة النوم طاقتها يانغ، طاقة أنثوية، فحيصير تضارب في الطاقة. لهذا ممنوع وضع نباتات طبيعية أو مي لأن طاقة يانغ ممكن أن يسبب لك خسائر مالية وضياع فرص كتير. عدم وضع اللوحات اللي تسبب إزعاج للناظر، أوكي؟ وحتى اللوحات للشريكين لازم تكون الشريكين داخل إطار واحد. جرب تنام باتجاه إيجابي إليك وادعي لي، قول إنه تسوي التفونج شوي كامل للغرفة، أو على الأقل ركن الحب والزواج اللي هو اتجاه الجنوب الغربي. تجنب الحافات الحادة اللي هي من الرف، من السقف، هاي تسبب إزعاج، عدم راحة، توتر. نوم تحت بيم أو القمرة أو السقف الثاني ممكن إنه يسبب أمراض خطيرة جدا جدا جدا، والنوم تحت سطح مائل أيضا. أخيراً أنصحكم بعمل إرسال طاقة حب للسرير والغرفة نفسها بلون أخضر مع لون وردي.